بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحنوسع عليه كتاب كينية عمدة الأحكام، كتاب الصلاة هي الأصول الحديثنا، وحنسوف لنا الحديث 75 حديث كشنيس الدمارتنات عن عبد الله بن يزيد الخاتمي الأنصاري قال: حدثني وحاشا وقريت البراء بن عازب وهو أصبنا غير كذوب مثل أن على غير كسوية. قال: وحبيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وحبها إذا قال هديه إراد سمع الله لمن حمده إلهي وعما قلت بمعنى وأتي بقفكي مهدية لم يحني مفور رجلين أحد منا ظهره توت قف أنا لغمدة توت كيس مفور رجلين حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا إلى رب سجود أو كرة مركي اعتدار كلو تاغية النبي سجود عليه الصلاة والسلام رخصة كما أن تبتغينين إلى سجود أنكوها بصنة وحبنه ستضبطها سجود أيكوك أمانا مركز أيام ألوك لصولة بتحنوا ثم نقعه سجودا بعده مركو أسوه سجودك بعد أيام لك سجود صوت الآن بتحنوا من تحني قلت حديثك وحمر الله وعبد الله بن يزيد ابن زيد الحمد الأنصار أيام إلهنا وصحابي الأنصاري وصحابي الجريات كميتا وقتي عبد الله بن الزبير وحجاز العراق وكتلنا أيو ما أنت معك يا أيو كوفة العراق مال كميتا سبب غبرناطور المسؤول أو الأها تقريبا وقت غاس أيو بنتي لو ما أنت معك يا لحن كميالاس أيو بنتي وأنا صحابي غير عن الكوميديا. وحو كورنا وحوي البراء بن عازب. أسوى صحابي كل صحابي. براء بن عازب بن عبيد. أسوى صحابي. ما هي براء بن عازب بن الحارث يا غير هنا. وأنصاري أسونا. أسوى صحابي هذا بشر وصحابي. مركوا رواية الصحابي عن صحابي كورنا. صحابي صحابة الأدحاء وكمدها غزوة ما أنت مركز أحد وعلى غير يقول قال قال ما أصنعين غزوة الخندق أسأي أسأي يقعوك من العور بالله فسحي لبدو دون أسخو فعي أحايا إلا شد يتمن دولا أيوه ما أنت مركز أو نبي أولاد دولا رضي الله عنهم مركز دمرة كوفة أيوة ما أنتم أركيسة أو كل انتهى رضي الله عنه وأرضاه وحال إرادة رل كان هذا الرين الإرادة رل كان هذا إيران بذن كيسة عاصمة في القتال إذا المسلمين تأي فرصة أي تقام سلالة رل كاس ما أنتم أركيسة منك فرتي قال وحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد حدث البلوى غير الكذوب مثل بيانا الله معنى هذه الصحابة أيها الصادقين وضع حدرا معنى وتأكيد للخبر واني صحابي هذا بيلالا مبهانة لكن وأما وحين كمتها حصلنا أقول كشير في سئلة وأمانة ما قالت وحقوا يهدي ولا في سئلة وكشير فالك مارما ثم تذا مشاكل ولا حقيرة تذكر سمرت ما أفلحان هنا وحاجة جلتها لي رحالة صومالي لها كلهم تحضروا أول قرطات يكتبوا عن صومالي أي لك بيكرا مركا تذكر وحكا أقرسين جيري مركا مركي اللي إلى الكتاب كي يعكا أقرس تابا سوقا أقرسنا ما إسكالت جيو كوني مركب يوفا إلي لما صومالي مركا هذه مركي دمك علم يسكوه انتفاعين مركي دمان نقاقلاه مستمع مرقفك هذا علوم الإنسان واحترام وايو
اما اهل الفضل وفضل يسوق كل واحد هذا فائده بدر هذا حتى تلقى الامام الشافعي هتوقف وحكى فائده قف قاو حسار وينينا ومصفيا لكن اسوق قف وحفا اليه وسقرنا ما اسكت قاعد يقف كاسوق مكروه وحفا اليه مركا وعلوم شرفت له اي كمي ده حدود ان المشايخ ولا امانته للشيخ السفيان القيينا اي عمل من الدينات وتاريخيه شيخ مركز شيخ حدث لي حمد وهو ثقة وثقة وثقة سقال قول كحلي مركز دبو دارو سيتوجي بخاري لو حلي جري حدثنا مسدد وهو قصي مسدد وحي لتوسي إمام الشافعي ولكن مالك كير مالك نجم سنة واحد ومارة الحديث هي سنة مركز علماء ساسة مالك سأهم جري قال وحق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال هدئوا الى رسول الله ولمن حمد هدئوا الى ما معناه اذا رحوا الى يؤجي يقف في مقله ومعنى اي تذكر المركه اي كسر بالاستعلاء اي قيام بعد الركوع القصر والنظر اي مركه نبدا سجوده لم يحني ملا من احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم جدا الى نفقه سجود وقطعه ثم نقع السجود بعد مركز سجود وقوب صلى اي النبي رسول الله بجر مركز حديث كما قال علينا يا دفق قال امامك يقهر مرة قال مصور لي هو رسول سجود قائم لديه امامك لا تحتوى قرب 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 اليه المدرب وقف البريتوريس سيدا سنظره في عمل وسيدا هذا حديثه وشيره أو حرى إمام تحكم إذا سمك وقفنا ماضو ونقول مثلا فتحدي أخرنا إمام كوار ركوعي مركو انتو ركوع الجلبي سأصف في عقل خمسة ركوعي وقفنا ماضو أي مأموت صواب الله يا ركوعي مركو اعتدال إمامك سمع الله لمن حمد استاذ وقفنا ماضو اي ايوه رسول الله يا ايوه ربنا ولك الحمد مركي امام لسود استاذ سجود وقد ما بارك دارا تضحك من الجسم اذا لمض على عرض هي لغها فرح فرحة لغها فرحة هي جبهات هي صفة إسهاستا مركي قلك كل ما تو أيا أديك هو بسنا صوب بلاد ما قرف قرف تردد كهذا أي كده من اللي يجين ما يجي سببته أقهر مركة دي سنة دولية ده أرد كره أو بلبرت إن كان هو كراهي ده إلى قد ما مرتدو أدمد قف كل سنة بس كنت كنا يو لا تعشنا ما يجي على ربع إمام كهذا اللي قاس مركه كم قصر ده بكر مركه كم قع أو كم كلا كلا ما بكر كلا بيجنا قصر فحص ناس أو كروا نعم مركا صحابنا رضي الله عنهم نبقى معناها اني ادي اكو راح جرين نبقى من الاحرى يجي من القهر من الجرين دابا مر اد يا اد قل قل لي ترى ودي دور او كل خر مرنا ما انت عارف ايش عم بدك تجرين مركا ركن والبا حتى الامام كان لا صحته وكراهيه لكن تكبيرتك على حق مرق الله أكبر داسنا في العلام في إذا ما قصك أي سوطة تكبيرت ما نقولك على عربة سوطة قف سلاة كجرة محرقة قف سلاة بقيت ما محرقة يا سمي هذا ما كان هو البرتين أما المرح لك لهذا دي مأمومة إمام فيكم على الضياء بركة حديث بحياء عشان القرآن عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب كبر على أمر مدن هاي وايين قال وحولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالا إذا قال سبح الله لمن حمد مركو إيراده أو محنا أسوء استاغوا أنه وأن كتب استاغنا لم يحن ملا بجر أحد منا داره حتى يقع النبي سجد وسجود أقرع أسجود أقرع انت مدحنا ما انا لا جبنا ساسا كنت ابني
ثم نقعوا سجودا بعده وركوع سجود كل ما مركز سجود سجود الله بالجنة. الحديث السادس والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد اذا امن الامام امامك امن هدوئي له فامن وان كن امين لها فانه من وافق وفق يوافق ذو تامينه امين تيسو تامين الملائكه ملائكه امين غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سمح صهر مريض وخاصه صغائر خيال الرافع. هل كان هذا يا فاتح الدعاء وضميس فاتح الحيث الله وانتهي مركب الاله الى الرحمن الحمد لله رب العالمين الى ما تسكر الرحمن الرحيم ولينا حديث صبرنا ملك يوم الدين عليه قيامه اسود بقرباها حدنا على المسلمين اياك نعبد اله ولا تعبدنا وترسرت اياك نستعين ان كان مقدسنا مركب قفكي طريق مركب قسم هذه انه الله أكبر يا طريق حق وقسم وبانيو اهدنا الصراط المستقيم جدك توصل إلى هو هنوني صراط الذين كوي جدك وذي أنعمت على ابن الحميدي وتذكي علم لراكم حوى الفرد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المقبول عليهم كوي لا على ذي واصل ربنا الحمار السيد ويهود يوحي علم وذي أبوحان الفرد ولا الضالين كوي كوي والنصارى يوحي أيوه كوسان له أعبادي سنة سنكو جهاشا هو قرافيان كاهو ما راه الجبل تروح ما أعقل يدرك بيرك يوم عرفت يقول لا يخمر يقول هاي ضالين سلو يرسل عيال من فسد من العلا ما إنا ففي شبه من اليهود يقولوا مثلا عندي كمية في السهاد وعندي دك وعمل فلوس كنت محارب لأن عادل وفاسق دارت خير يهودي لا وفضلي ومن فسد من عبادنا كوا عمالة لكل سبشر فسالة يا قرافة يجمل يبلاينا دي قمضوا يبلاينا لكم قرقة يجمل كوا سير في شوان من المسارة وغير مركب دعاس مركب اللي دعيس آمين اللي يراد معنا اللهم استجيب ومركب رسول الله مركب مركب إمامك ورد ضالو يراده إمام إنه آمين يراده مؤمنة الآمين إلا ترى سلا سرح لهم هذا الجمهور تقتل يدور للجهن هذا مالك إذا وحيرا إمامك آمين مرحا مؤمنة بسعادة لك وقوض ضحيم أحنا أفتر وحيدا لذا ما الجهن هذا الخير مساجد أحنا أفتر ما الجهن هذا آمين ما الجهن هذا أيقرا قول كل مركوة ضعيف قول صحيحة وحوري إمام قل إنه آمين ليه ما مؤمنون ترى آمين إليه ملائكة ترى إلى آمين سليسه حلقة مركة دولة فوق العين مركة آمين بمعنى الله بس تجيب وايو مركة دعاء سي آمين تيلا إلا ركب معنا مركة آمين إمامك مأمونك وصنع هذا الجهل قول هذه خلاف ترم أحاديث حجك أها الإمام بخاري باب الجهل بالتأمين أيوة ما أعرف يسار أو باب يستي ما منك إمام منك لو أمن سنة يسبق رمضة الجمهور تخاصة الحديث أي قمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد إذا أمن الإمام إمامك أمن الدجلة فأمن وأمن سنة فإنه من وافق قلت وافق تأمينه تأمين الملائكة ملائكة أمين تيل غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سمحيح سرقاف يلوذ من دافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحب إذا صلى أحدكم الناس للناس تتكدوا تجناه ومعنى إمام أمينه فليخفف سرادها فضيه معنى وتخفيف أو كمال أو بصر وحين أقول حرنتها حالتها بسيطها وقت اللي تدك سيها تدك إيمانتم أركيسا الريان وقت تدك الحاجة يدباتي سيدي كجيرا تدك أمر أو دارين تهرم مركيا هب وحين أقول حرنتها حالتها دارين
فإن فيه من فيه الضعيف ضعيفا كجر مستقيما بالجذر من الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه تجر فليدور ما شاء. سيدور مولاي. وعن أبي مسعود الأنصاري، لو بدأ حديث أسكو شرحين أو أسكو محمد، أبو مسعود الأنصاري البدري مجلس حلقة عقبة بن عمر البدري واي بدر ما بدر وحاضري بس بدر بتقول لي قال له نسبي بخاري ومسلم يقولون ذي الحين بدر ما حتى سقط العقبة ما بيعة العقبة موجودة بيعة العقبة بدر وح بدر يكون بس وين تقبل من مسوها الجن عليه الصلاة والسلام مركا عبد محمد ما قبل هذه بيعة العقبة هو حاضري دلو بدر حاضر البقيم وحان سويت عمر بن زبير وحقنا أن يغير بفقه صلاة تبدأي أي عقبة ابن عمر أي الله اللي هو مسعود البدري وكان من مشهد بدر سيدو قال مسلم وقال واسوين وحان ديني وواقدي مات ابن سعد وواقدي كورنا مات ابن سعد وواقدي وضعيف وين مركا نقل شيخين كمسلم البخاري أيام ناتم أركيس الله مرنا مركا كل حرف الحجر مركو وتهذيب وتهذيب أخواش صالحين وتقول إيران يا إنه بدر أو حاضر وعلي أهدي أو مارد بيعة العقل أو حاضر بدر أخي بدر يقدم ليسي لا سد حسن عفر سنة يقدم ليسي مركا إنه حاضر بعيد معه قال محمد جاء للدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه رسول فؤيني فقال محمد إني لا أتأخر عن صلاة الصبح صلاة الصبح ما إماكر مسائك وجمعتك بسوت كذوب من أجل فلان هبل درت مما يدير أعراف وأخري وطول وأخري صورة غطر إيه حديثك الأولية صورة أبي إلى السماء فقرت والشمس والليل أنا وأخري صلاة قاسر الشعبي سير سوى فرتينيا وحاول سوى فرتينيا ديرينتا وحاول حب حاول بحيرانتا سوما دتك الواقع الدوين دتك سعادة خفيفة أبرتين دتك سوك أراد سعادة لوقت يغير سدي تلات كبير يقول لي قرآن كأجل أخرى يوازن أدو سوي شيء سنة سبكار الحلوى مباتي لنا أساس فكر الحلوى أنت حول السوء فهمي أي أسوء حضرت إمام من القدس سبح اسم الوقري قال لك يا وقتك إنما هو أقول لي وانا سوء بصورة لها سوء أخذت بدلا كفاك يستمر كده من السبيتين قفك أسوء قرآن كلكم معنا سنة برتوه ده والنجم يصور الحواء دائرة القرآن يخشو حبايا قيام الليل متوبر تلقيها من جزء معجزب وكتورنا حد الصورة لا أقارك الوالا يرمي مركة مدركة لو حالة في رمية حد بحالة مركة السود وطلق إلي القرآن كأيكم معا سلانا يخشو حال وقراءة متوسطة لأخريو سيد حلمون إلي لنا الصبح وقرأ سوداه الأخير وجلات خمس دو ولا تقدم في يومار تقاف في يوم مناسبة عشاء هنا هذه ما كسر الله لحن حمار سما مركا مرة إلى حاله في اليوم هديد دقيقة تمتنا فروع سوسة كتبي كلا عليا سيد ربنا أكله مرة هنيك أدو كلا بيريهاي ومركا تركو بعد صلاة الصبح هي وقت الرئيس وقلع الشهر وضاعية مركز وقلع قوة مرد الجرد أما ضعفاء جوبة حالات كاس وقلع أيضا مركز وعلى فيرنا مركز قوة ورب صلاة إلو إلو كم عن سنة إيا جوبة مركز صلاة المطرس المهم حرر وفق إمامك حالتا إلو فيرنا هديئو صلاة كان يرده صلاة غير أمعان وخشوح له أركانتي إيتاب تاريو لكن تصوالي سيدي واغور كنتم يدقلوا أسكا إيتاب مكاس وكذا مركز سلاة ما هنه وحالة فيرنا سلاة ديهورتا
raacadii ee tawasita hay habba xaaladda marka lagu jiro iyo dhuruubta rafiir waa noo imaan doonta nabigu asagoo waxa salaada dheeray isle ayaa ilmaan ooyey uu soo gaabinaya xarasha waa maxay hooyadaas inay salaaddii uga mashquulin axaadiinta marka labadaas axmoodi kaadeysa عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول اذا صلى احدكم الناس تذكرت وتجي فليخفف خفيفها مرت خفضنا معناه ما صلاه بروقي وصلاه تامه وحالت وقت الناس ما انت باركيس مناسب له فان في الضعيفة وحال الضعيف الركب سيد القوم اما سيد الركب تبطل حفظ الضعيف قال ابو سحريه والسقين ودى الحاجة وإذا صلى أحد من نفسه فقل ما شاء تورى مع الجانب تدوى حاجرة هذه مسائك إمام كان ربنا أدبا قبلا كل بسمره كان يقرر كثيرا إسمه سألي مركا أدبا يقول يا أبو تكن إسمه لكن مركا ذلك تجينا إسمه صلاة متوسطة مركا تجي وعن ابي مسعود من الانصار البدري قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسولكم يمين فقال وحق اني لاتاخر عن صلاه الصبح صلاه الظهر ما كان جماعه بسوتكم من اجل فلان هبل جماعه لي اليوم مما يقول بنا الصوم وقل اري فيها صلاه البقر يسرد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شقد عليكم وقال لا والله قال محمد أبو مسعود فما رأيتم أركب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في موعظة واحدة تذكر وحدنا يقط أشد قدرا مما قضي ويوم إن ما أنت سوء عرودي أسوء سياس وكر وعرودي ما فقال محمد يا أيها الناس إن منكم وحاجة كبد منفرين تدتك إلي فأيكم أما الناس تدتك قفت إمام كل قدرت soo gaabin marka soo gaabinta waxaan labadu waa la fiiriyay oo salaadu inay kaamirtay arkaantay qaraaxa macquulo dadku xamili karaan inay tahay laakiin dad caadiyan ma inta qabartay gab anu waxaan ku jira taraawixda waa guur magaalada labaatan ka rucaan tarab jibraan imaam fadda xidb rasulullah دروازه سمعت فتحت بوزيسه والنهار اذا تلا قبل ركعت تقول ما ترجم ساس كان قال كورونا فتحت قلوب لي فقط تلا ركعت الهاب من تلك فقط لي هذه الهاب من الله واسع كورونا بحياه ما شاء الله كم كذا وتقول لي لا شقبت حتى وحاول شيء تركي نسدي انا الاولي ونمر برافيالها قلت لي مساجدي إني ولي قاب في بيوتك يا رمضان حتى أبحث أن اليرد والدك إلى صلاة ما تبارك إساني يترعف عن بيوتك